عايز اقول لكم بعض الاخبار كده السريعه المحليه. عندي خبر بيقول لك ان الاهلي باعت تذاكر طيران لست لعيبه من غانا ناشئين صغيرين وفق الاختيارات اللي عملها الكابتن هاني رمزي مع لجنه السكاوتنج بتاعته. ست لعيبه من غانا 17 و18 و19 سنه. منهم ووفق كمان الاكاديميات اللي هناك والشغل اللي عامله هناك والاتصالات المباشره بين الاهلي ولجنه السكاوتنج وبين الاكاديميات اللي موجوده في غانا. دول هيشتغلوا وهينضموا لتدريبات قطاع الناشئين مع الكابتن بدري رجب والكابتن وليد سليمان والمجموعه اللي معاهم. هم مواليد 2005 و2006 يعني بتتكلم في 17 و18 سنه. منهم اتنين فراوده، منهم باك ليفت، منهم لاعب خط نص مدافع، منهم سرد باك. يعني هو كل المراكز عشان الاهلي يشوف هياخد منهم مين، ممكن يمضي مع ناس ويعيرهم او يسوقهم لغايه ما بعد كده يفكر فيهم. لكن الاهلي داخل مشروع خاص بالنجوم الصغيرين او اللاعبين الافارقه الصغيرين زي ما الاوروبيين بيعملوا في افريقيا. لو ياخد اللعيب 17 سنه و18 سنه و16 سنه و19 سنه ياخده من بدري ويشغله ويأهله ويبقى من نجوم الدوري الدوريات الاوروبيه. النهارده بنسمع اوسيمين اللي هو نجم الدوري الايطالي وفي نابولي ولسه مجدد وعايزينه في تشيلسي وعايزينه معرفش فين في الدوري الانجليزي. نجوم كبار جدا دلوقتي طبعا بجانب صلاح والجمله الكبار اللي هناك. هو بيستقطبوا الناس دي صغيرين، فالاهلي بدا يتجه للفكره دي، يستقطب الشباب وهو صغير وعنده موهبه. واللجنه اشتغلت عليهم بقى لهم شهرين ثلاثه وذاكروهم كويس وجايبينهم بقى عشان يتفرج عليهم كولر في هذه في التدريب بوضوح ويختار شوف هيعمل معاهم ايه. وستة عدد مش قليل، يعني انك ستة تبقى يعني تختار تطلع منهم باثنين بثلاثة باربعة بالستة بواحد، عدد مش قليل.